بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل آوان وإلى ظهر الدهور آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. نحتفل الفترة ديت بعيد الصليب يوم 17 توت و18 و19. النهاردة تاني يوم بنحتفل بعيد الصليب. كل سنة وحضراتكم طيبين. وعيد الصليب ليه مكانة كبيرة قوي في الكنيسة، عشان كده الكنيسة بتعيد مرتين في السنة، 17 توت ويوم 10 برمهات. ونلاقي الكنيسة بتصلي بلحن شعنيني مع فريحي، ونلاقي اللحن ده والدورة بتاعت الصليب بتتكرر في مناسبة تانية. فين؟ ها؟ حد الايه؟ حد الشعنين. طب ايه العلاقة؟ الكنيسة عايزة تربط بين الصليب وبين الانتصار، النصرة، دخول المسيح يوم الحد في أورشليم كملك. الرب ملك على ايه؟ على خشبة. فالكنيسة عايزة تربط بين الصليب وبين النصرة، بين الصليب وبين الملك، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول كده عن المسيح: إذ جرد الرياسات والسلاطين، يقول كده، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، في الصليب يعني. فوجود الصليب، فوجود المسيح على الصليب كملك منتصر. عشان كده هناخد بس شوية تأملات كده على دورة الصليب. اللي حضر معنا امبارح دورة الصليب، احنا قلنا ان الكنيسة عايزة تعيشنا الصليب عمليا. اول حاجة من خلال النغمة مختلفة، نغمة فريحي فيها نصرة. وتاني حاجة الكنيسة عايزة تعيشنا الصليب عمليا بموضوع دورة الصليب. لو تلاحظوا دورة الصليب، بنقف قدام كل أيقونة من القديسين، وكل أيقونة أو كل قديس ليه قراءة معينة بنقولها من الإنجيل، وليه مرد بنقوله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عايز نقول إن بالرغم من إن هما في فئات مختلفة، يعني عدينا الأول على أيقونة العذراء والرسل وماري جرجس والأنبا أنطونيوس، لكن كلهم رغم انه فئات مختلفة لكنهم اشتركوا في ايه؟ في الصليب. يعني الكنيسة عايزة تورينا وسيلة إيضاح عمليا للي حامل الصليب، وسيلة إيضاح ايه؟ عمليا لحمل الصليب. عشان كده كلهم ليهم ملامح واحدة، كانوا نفس الفكر، نفس الهدف، نفس الحب، نفس الجهاد. كلهم كانوا حاملين الصليب، شاكرين، فرحانين، راضيين بحمل الصليب، وفي الآخر كانوا متوجين. كلهم اشتركوا في الهدف الواحد، عرفوا طريق المجد بالإيه؟ بالصليب. عرفوا عشان يوصلوا للقيامة لازم هيعدوا على طريق جسماني، لازم هيعدوا على الطريق ده. بس هم بيعدوا على الطريق ده عارفين ان مش دي نهاية الطريق، لأن هي فين؟ القيامة. عشان كده كان في حد من القديسين اسمه الشيخ الروحاني يقول كده عن الآباء القديسين، يقولوا كانوا يجرون في طريق التعب بلا تعب، كانوا يجرون في طريق التعب، الألم، الصليب، لكن كانوا بلا ايه؟ بلا تعب، لأنهم كانوا ناظرين إلى الأشياء التي لا ايه؟ لا ترى، ناظرين إلى الأشياء التي لا ترى. عشان كده زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، كانوا حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع عشان تظهر حياة يسوع. فظهرت حياة يسوع في كل واحد فيهم، وفاحت ريحة طيبة كرزوا بيها في كل المسكونة. عشان كده نلاقي ان احنا اول حاجة بنقف قدامها أيقونة أمنا العذراء اللي عاشت الصليب
وحملت الصليب الفقر والألم، ويقول لها سمعان الشيخ يجوز في نفسك سيف، وتهرب وما بقاش ليهم موضع عشان تولد فيه، ويهربوا من هيرودس رحلة شاقة، وفي الآخر تشوف ابنها على الصليب. والقطعة اللي احنا بنقولها عند نظري إلى صلبوتك ايه؟ أما العالم فيفرح لكن أنا أحشائي ايه؟ تئن. ألم، لكن كانت أمنا العذراء ايه؟ فرحانة وشاكرة، وعارفة أن ورا كل صليب فيه ايه؟ فيه قيامة. نلاقي بعد أيقونة أمنا العذراء، هنعدي طبعا الملائكة، وبعد كده هنعدي على أيقونة أبائنا الرسل اللي احتملوا برضو الصليب، يتهان ويقولهم أما هم فخرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستاهلين أن يهانوا من أجل إيه؟ من أجل اسم المسيح. كل واحد شايل صليب صعب قوي من الأباء الرسل، كلهم استشهدوا طبعا ما عدا يوحنا الحبيب، ربنا أبقاه في الآخر عشان الرؤية، لكن اتعرضوا لطرد وإهانات. ويقول بولس الرسول أخطر السيول وأخطر اللصوص والسفينة انكسرت بيه ورجم، يقول كده نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، يقول كده صرنا كأجزار العالم. طب انت راضي بكده يا بولس؟ يقول لأن مش دي النهاية، ده طريق الايه؟ ده طريق المجد، ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى اما التي لا ترى، لان التي ترى وقتيه اما التي لا ترى فايه؟ فابديه. بعد ابائنا الرسل الاستشهاد يجي نقف قدام ابائنا الرسل الكرازه، نيجي نقف قدام ايقونه ماري جرجس، رمز الايه؟ الاستشهاد، رمز الاستشهاد. يقول كده لم يحبوا حياتهم حتى الايه؟ حتى الموت، لكي ينالوا قيامة افضل. كل واحد فيهم حمل الصليب، كل واحد فيهم حمل الصليب بشكل مختلف، لكن كتعني على ايه؟ على موكب النصرة. نلاقي بعد ماري جرجس نقف قدام ايقونة، نوع تاني بقى من الاستشهاد، الأنبا أنطونيوس، استشهاد بدون سفك دم. إذا كان الأول استشهاد بسفك دم، لكن الأنبا أنطونيوس نوع تاني من الشهادة. وكأن لما عصر الاستشهاد انتهى، أوجدوا عشان من كتر حبهم في المسيح عايزين يستشهدوا بس استشهاد من نوع آخر. لما ملقوش حد يموتوهم أماتهم إيه؟ ذواتهم من أجل المسيح، أماتوا ذواتهم، عشان كده بيتسموا لباس الصليب، لباس الصليب. وكأن الرهبنة أو الاستشهاد بقى الشهادة الحية، يقول كده من أجلك نمات كل إيه؟ كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، من أجلك نمات كل النهار. طب إذا كانت ديت فئات مختلفة عاشت الاستشهاد، يعني ترجمة لموضوع الصليب والباب الضيق، طب ازاي انا احمل بقى الصليب في حياتي؟ ازاي احمل الصليب؟ اول حاجة احمل الصليب ان انا احتمل كل التجارب والالام وظروفي بكل شكر. اقول له اشكرك يا رب، اقول له اشكرك يا رب على كل الم وكل تعب، انا عارف ان الالم ده هيوصل لايه؟ هيوصل للمجد. يقول كده معلمنا بولس الرسول وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا إيه؟ تتألموا من أجله. وكأن الألم أصبح هبة وطريق الإكليل وطريق إيه؟ المجد. يقول كده إن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد إيه؟ ثقة المجد أبدي. ساعات في وسط التجربة أو في وسط الضيق أو في وسط حمل الصليب الشيطان يدخل ويقول ان انت منسي قدام الله، انت هو مش حاسس بيك، مش دريان بيك، رغم ان ده اكتر نوع من الافتقاد بيفتقدني بيها الله عشان يوصلني للمجد. وساعات يقول لي ان الدقيقة ديت مش هتنتهي، لا كل دقيقة وليها ايه؟ ليها وقت. يقول له كده في احد ملائكة الكنيسة في سفر الرؤيا، يقول له كده هتجربوا وهيكون ليكم ضيق 10 ايام.
طبعا 10 أيام ده رقم رمزي، يعني عايز يقول له دقيقة محدودة، أنا عارف بدايتها وعارف نهايتها، دي محدودة، لكن المجد اللي أنت هتاخده ده مجد إيه بقى؟ مجد أبدي. الضيقة وقتية، لكن المجد إيه؟ مجد أبدي، مجد لا ينتهي. يقول كده سيملكون مع المسيح إلى إيه؟ إلى أبد الآبدين. نوع تاني من حمل الصليب هو إن أنا أخذ الوصية بجدية. أخذ الوصية بإيه؟ بجدية. لو عايز أعيش فعلا حمل الصليب أحط الوصية قدام عيني، أحط الوصية قدام عيني. أكتر حاجة بتعطل في حياتي تنفيذ الوصية إن أنا ساعات بعمل 3 حاجات: أدلل ذاتي وأبرر ذاتي أو أفخم ذاتي. يخلي الوصية إيه؟ أقف حاجز بيني وبين الوصية. أدلل ذاتي كتير قوي، أطلب تدليل الذات، تدليل الذات. مش عايز أتعب، مش عايز أتعب في تنفيذ حاجة، مش عايز أتعب لما أقوم شوية واجي القداس بدري، مش عايز أتعب لما أبدأ الصوم أبتدي أدلل ذاتي، أبتدي أدللها، مع إن التدليل ده مش هو محبة الذات. محبة الذات إن أنا أوصلها للمسيح، محبة الذات الحقيقية إن أنا أوصلها للمسيح، لكن أحبها محبة خاطئة تعطلني. وساعات ممكن الواحد يبرر ذاته قصاد كل موقف خطأ، يهرب من الوصية بالتبرير. ما هو كله بيعمل كده، ما هو الدنيا دلوقتي الظروف والحال وكله بيعمل كده، وأفضل أحط التبريرات للذات تعطل تنفيذ الوصية. لو عايز أحمل الصليب حقيقي مش هدلل ذاتي، هكون صريح مع الذات ديت اللي عايزة تهرب من تنفيذ الوصية، مش عايز أبررها. لأ، لو هي غلطانة هقولها أنت غلطانة، ومش عايز أفخم في الذات بتاعتي إن أنا مقبلش أي نقد يجيلي، مقبلش أي عتاب يجيلي. طب ما العتاب والنقد ده خير ليا، مقبلش أي كلمة تمس الذات بتاعتي على طول أتعب. يقول كده مار إسحاق السورياني، يقول كده: لا تتضايق من الذين يشاركونك في صنع إكليلك، لا تتضايق من الذين يشاركونك في صنع إكليلك. ليك إكليل، حتى لو حد جه عليك بألم أو تعب أو كلمة، ما هو بيصنع بيشاركك في صنع الإكليل بتاعك. فحمل الصليب هو ممكن يبقى كل يوم في حياتي، حتى لو ما فيش مرض أو ما فيش ألم، لكن فيه تنفيذ وصية، أحط الوصية قدامي في كل وقت. ربنا يدينا دايما كده ان احنا نكون عينينا على الصليب اللي هيوصلنا للمجد الابدي، لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين. افتايم غاري ما شو انجبي مين انت بستفرس، انت ايسوس بخريستوس ابو اورو بنوتي